بيك يا فلسطين بالروح بالدم 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 نديك يا فلسطين بالروح بالدم نديك يا فلسطين بالروح بالدم نديك يا فلسطين اسكت اسكت اسرائيل اسكت اسكت اسرائيل اسكت اسكت اسرائيل النهارده اول حاجه احنا بنحمد ربنا ان احنا عندنا رئيس راشد قدر يفشل الغرب مخطط بيفكروا فيه من زمن، والحمد لله قدر يفشل المخطط ده من تهجير اخواتنا الفلسطينيين من فلسطين لسيناء عندنا المصريه. فانا النهارده موجود بدعم سياده الرئيس في كل قرارات وياخدها القرارات المظبوطه في دعم القضيه الفلسطينيه، عدم التهجير الفلسطينيين من ارضهم، لان هم لو تهجروا من ارضهم مش هيبقى في وطن، وطن بدون شعب ما فيش. فاحنا النهارده بندعم سياده الرئيس وبنقول له يا ريس احنا معاك، كل القرارات اللي تاخدها مظبوطه صح، احنا فداك ووراك ونفديك باموالنا واولادنا، واحنا وراك يا ريس وكل القرارات اللي تاخدها احنا مؤيدينك فيها. قول ايه للشعب الفلسطيني النهارده؟ قول للشعب الفلسطيني انتوا اخواتنا في الاول وفي الاخر، احنا كلنا عرب ودم واحد وعمرنا ما هنستغنى عنكم ولا هنسيبكم. بس هو بتبقى يعني الرؤساء والناس اللي اكبر مننا فاهمين وبيتعاملوا برشد شويه احسن ما كلنا نضيع، يبقى احنا بندافع عنكم ومش هنسيبكم في لوحدكم، ودايما ضهرنا في ظهركم، ومصر وفلسطين دم واحد دم واحد، والعرب كلهم واحد، وهيجي يوم من الايام والقدس هتتحرر وعلى ايد المصريين، وان شاء الله القدس عربيه ومتحرره عن قريب ان شاء الله، لو مش النهارده بكره، ولو مش بكره الشهر الجاي، ولو مش الشهر الجاي السنه الجايه. وعد الله حق لا محال، والقدس عربيه وهتتحرر باذن الله. وصل صوتي لكل الناس، وعايزة البلد كلها تعرف الحقيقة عن فلسطين، عشان في ناس من الغرب مش عارفة كل ده، وعايزين نوصل صوتنا لكل العالم عشان كل العالم يوصل، عشان اللي بيحصل ده ما ينفعش. كل الأطفال بتموت بس ملهاش ذنب في كل ده، أطفال أبرياء بتموت يعني بيحصل إصابات كتيرة وحشة، وما ينفعش اللي بيحصل ده خالص. يعني لازم إن احنا نوصل صوتنا لكل العالم، عشان لازم فلسطين تتحرر، عشان إسرائيل ما ينفعش يتسكت عليها. شكرا. اقول ان احنا كلنا يد واحده وكلنا مسلمين، كلنا دم واحد، كلنا نجيب حقهم نموت زيهم. جاي عشان ادعم اخواتي الفلسطينيين والقضايا الفلسطينيه، لان اللي بشوفه من الفلسطينيين. عشان تعملوا ايه؟ احنا جايين ندعم اخواتنا اللي في فلسطين وفي غزه بالذات، جايين ندعمهم ونوصل صوتنا ليهم، نقول لهم احنا معاكم واثبتوا، وان شاء الله ان شاء الله النصر قريب، وعاوزين اي حاجه تحصل، اي حاجه، اي حد يتحرك دلوقتي. احنا مش عارفين نعمل حاجه وحاسين ايدينا مربوطه، بس لازم حد يتحرك، لازم البلاد العربيه كلها تتحد وتتحرك، لانه اللي بيحصل في اخواتنا هناك واللي بيحصل دلوقتي مش صح. اللي بيحصل ده احنا نازلين وسط اخواتنا واهلنا عشان نقول راينا، ونقول ان احنا لازم اللي بيحصل في فلسطين ده لازم يقف. ما ينفعش نشوف الحاجات اللي احنا شفناها دي على راي حد قال قبل كده، احنا شفنا اكتر من اللي الفلسطينيين نفسهم بيشوفوه، لان احنا شايفين في السوشيال ميديا، شايفين كل حاجه بتحصل في نفس الوقت، هم بيشوفوا منطقه واحده بس، احنا بنشوف كل حاجه. ما ينفعش نشوف الاطفال بيحصل فيهم كده ونسكت. قطع اقدر الحاجه الوحيده اللي نقدر نعملها على الاقل ان احنا بس نقول راينا، نقول ان ده ما ينفعش، وان احنا مش هنسكت بعد كده، مش هنقدر نسكت بعد كده. ولازم صوتنا يوصل لكل الناس من البلاد العربيه كلها، الناس كلها، اخواتنا بره، اخواتنا الفلسطين وبره، لازم نقف ايد واحده، لازم نشوف حل للموضوع ده، لان الحل ده مش لازم يتسكت عليه.